بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم عبد العزيز العويس برادو. شو اسمه يا يعلق بهالمباراة اللي من بين علي وستار بوي. شوف ضو سماش فيل يعني داخلين في الدور. هم اتوقع انهم خلصوا ستيج بيكس قبل بس ان نقلوهم هنا على هالمباراة لان ما في مباراة على الستريم. فنشوف بداية الحين قوية شوي لعلي، لكن كازويا ممكن ان يعني على طول يرجع الدمج هذا كله. قله استواء السوبر ارمر اللي قله ثاني مرة بغى يسويها. هاي ممكن تذبح يعني على هالاتش بي يعني. فتوقع ان علي الحين لازم يحاسب ضد كازويا. الحين نشوف ان علي مو بس يحاول يتخلى انه يعني ممكن من اي شيء يموت يعني. نشوف الحين اجقال سيتويشن يتفرفر جايروز نيوترال بي اوكي شو اب ثرو بتذبح. نعم تذبح يعني اتوقع لان البلاتفورم ما يعني كذا على الناشف ما بتستوي يعني. اوكي سوى الكومبو سمبل كومبو علي يعني صراحه ما شاء الله عليه يعني. فالكومبو ما اذا ياب البدايه خلاص ولا كان. قال المشكله اذا انت يعني ما تعرف شو المفروض ان تعامل يا الاشياء بتطيح فيها وانت ما يعني ما باليد حيله ما تقدر تسوي شيء. اوكي اوه نايس صراحة سوى جاب لوك داون تلت عقب سوى بجاب عشان ما يطلع برا وسوى اف سماش. ونشوف ان علي يعني فايز دومينانتلي اوه اوكي ياب ستار بوي الكل شو اسمه الكوماند جراب. اوكي خلاص يعني علي ما يبغى يسوي شيء يعني ما يبغى يجازف يعني بيخلص الجيم يعني. اوه اوكي نايس باك اير من علي ونشوف انه 1-0 حق علي. يعني الصراحه السوك الثاني سرقه كانت يعني حرفيا من صفر سوى الكومبو وذبح. فنشوف ان بدايه قويه جدا لعلي و 1-0 حق علي. وان زيرو حق علي. شوف الحين ستار بوي شو يقدر يسوي، شو بيسوي كاونتر بيك بالادوار. ما اتوقع انه يغير شخصيه. اذا بيغير بيختار سنيك ممكن يكون يعني اختيار احسن، لكن ما اعرف اذا هو مسخن عليه من قبل ولا شيء. لكن ما نشوف الحين. اوكي مثل ما توقع غير حول لسنيك. صراحة أنا أشوف أن إذا أنت يعني مو مرتاح في المتشاب يا روب تختار سنيك وايد أوكي، تكون ديفنسيف وقنابل تفرفر قنابل من بعيد تفر نكيتا. إذا تم تسوي هالأمور ممكن أن يعني تعب لياس يلعب روب. لكن علي يعني ما أتوقع أن يعني المتشاب هذا غريب عليه يعني. هو المفروض أنه عارف المتشاب يا سنيك يعني. نشوف الحين بداية يعني هادية شوية عكس اللي استوى في جيم القاف. اوكي شيبا كوريدور اوكي بسنيك انه لو حاولت تسوي له كومبوات الجايرة ممكن ان السنيك يشرد منه بالجرينيد يعني. فيعني عليا اتوقع يعرف هالشيء فما بيحاول انه يسوي الزيرو تدف يعني. اوكي داون ثرو اب اير دي اي ممتاز صراحة ما مات على 155. اوكي ستار بوي اوكي تذبح اب ثرو تذبح. الدي اي ما كان احسن دي اي شفته بس بغض النظر اتوقع انه قاعد تذبح يعني في الحالتين. لكن نشوف مره ثانيه الحين علي فايز دومينانت. شوف ها هل يتكلم عنه انه هو الحين اذا مخلي الجرينيدز في ايده صعب ان علي يسوي له
يعني يذبحها من الصفر يعني. هل اتوقع يعني تحتاج مساعدة ولا كله تمام؟ اي بالضبط. ديس علق تعال حياك. لا لا اتشبك خلاص مو مشكلة. اوكي انا شفت ان اب تلت واب اير يعني الجيم كان بادي طبيعي لكن ما عم شو استوى صراحة. وشوف ان علي مرة ثانية فايز بكل اريحية ومرتاح لكن يعني ستار بوي لازم يحاول يجيب الستوك يحاول يدمج شوي قبل اوه نايس نكيتا من ستار بوي وذبحت ذبحت على تقريبا 120 اوكي شوف ان نشوف ان ستار بوي يعني يحاول يجيب ايرلي كل عشان ممكن ان يوصل اوه اب تلت واب اير اتوقع دي اي غلط ولكن شوف ان دي اي ما كان صحيح ونشوف ان 2-0 حق علي وعلي فاز صراحة يعني بكل اريحية فاز ست ستار بوي يعني ممكن ممكن ان يعوضه في اللوزر يعني ف 2-0 حق علي